تتميز الحالة الجوية عامة بطقس بارد نسبيا بالأطلس الريف وهضاب الفوسفات مع تكون برد أو صقيع، هذا إلى جانب نزول بعض تساقطات ثلجية فوق الأطلس الريف، الهضاب العليا الشرقية والجنوب الشرقي فوق 1200 متر، أجواء ممطرة بأقصى الشمال الغربي الوسط الريف الواجهة المتوسطية السايس الأطلس المتوسط شرق المملكة والجنوب الشرقي مع تكون رعد محليا، هذا مع نزول أمطار متفرقة بالسواحل الجنوبية فضلا عن هبوب رياح قوية نوعا ما إلى قوية بالمنطقة الشرقية الجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية. بحر قليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، هائج إلى قوي الهيجان ما بين طنجة والرباط، قوي إلى جد قوي الهيجان ما بين الرباط والقويرة. درجة الحرارة الدنيا تعادل 8 درجات بطنجة، 9 درجات بالرباط، 7 درجات بالدار البيضاء، 9 درجات بأسفي، 5 درجات بمراكش، 10 درجات بأكادير و15 درجة بالداخلة. بالنسبة لدرجة الحرارة القصوى فتعادل 14 درجة بطنجة، 15 درجة بالرباط، 17 درجة بالدار البيضاء، 15 درجة بمراكش، 15 درجة أيضا بأكادير و21 درجة بالداخلة.